نعم، بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عمر بن محمد البيقوني رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي من دين ومن بعد. آخر نوع ذكرناه أو أشار إليه الإمام البيقوني رحمه الله هو والموقوف. وقلنا الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول وفعل أو تقرير، وقيدنا في التقرير أنه لا بد أن يكون هناك ما يدل على تقريره ولا يوجد ما يمنع من ذلك. وقلنا الموقوف على قسمين: الموقوف حقيقي موقوف، والموقوف الحقيقي والموقوف الذي له حكم الرفع، فهو موقوف لفظا مرفوع حكما. نعم، لفظ زكن بمعنى ثبت أو بمعنى علم وعرف وفهم. طيب، الموقوف الذي له حكم الرفع له صور كثيرة على كل صور كثيرة، مثل من السنة وكنا نؤمر وكنا ننهى، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما لا مجال للرأي فيه، فيه تفصيل يأتينا إن شاء الله في متن لاحق. انتقل للكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو المرسل. والمرسل نوع من أنواع علوم الحديث، ومن أقسام علوم الحديث باعتبار ما سقط من سنده، باعتبار السقط في السند. وقلنا أقسام علوم الحديث، وكل واحد أتى وحده، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. سيذكر أقساما من علوم الحديث. في بداية الدروس ذكرنا أقسام الحديث باعتبارات كثيرة، وقلنا من أقسام علوم الحديث ما ينقسم باعتبار السقط فيه وعدمه، بعدما اعتبار السقط وعدمه، فقد لا يسقط منه شيء وقد يسقط منه. والسقط إما يكون في بداية السند أو في آخره أو في وسطه، وفي وسطه إما ظاهر وإما خفي، والظاهر إما بتتابع أو دون تتابع، فيتحصل لنا هنا أنواع من علوم الحديث، منها السقط في نهاية الإسناد ليسمى المرسل. والناظم ذكر صورة المرسل في الظاهر لا حقيقة المرسل، لأنه قال: ومرسل منه الصحابي سقط. ما وجه ذلك؟ لأنه انتقد أبو الستار. ماذا قال؟ ومرسل من فوق تابع سقط، ومرسل من فوق تابع سقط. أما البيقوني اعترض عليه، لأنه لما قال: ومرسل منه الصحابي سقط، إذا قلنا المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي، إذا تيقنا أن الساقط هو صحابي، الصحابي عدل، نقول الصحابة يستعمل فيه لفظ العدل، فإذا كان عدلا ما في إشكال. لكن قد يبقى إشكال جهة أخرى، وهو لا، إذا تيقنا أنه صحابي يبقى إشكال آخر وهو الاتصال. يعني مثلا الزهري، هل الزهري سمع كل الصحابة؟ ما سمع كل الصحابة. مجاهد سمع كل الصحابة؟ مجاهد بن جبر. عطاء بن أبي رباح سمع كل الصحابة؟ عطاء مثلا يقولون الإمام أحمد قال لم يسمع من ابن عمر مثلا، وإن كان غيره يقول أنه سمع. مجاهد بن جبر لم يسمع من بعض الصحابة، يقول لم يسمعنا عائشة، لكن صح أنه سمع مثلا. واضح؟ فقوله ومرسل منه الصحابي سقط، كان البيقوني يذكر الصورة الظاهرة للحديث المرسل. لما تأتي الصورة الظاهرة للحديث المرسل، يعني يروي مثلا أبو داود عن شيخ عن تابع عن رسول الله، الصورة الظاهرة للحديث هي صاحب الكتاب عن شيخه عن صغار التابعين الأتباع، أو عن تابع تابعي عن تابعي طبقة التابعين طبقة الصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم.
الأصل في الحديث أن تجد طبقات، ها؟ طبقة رواة زمن تدوين الحديث، زمن تدوين اللي هو كان زمن تدوين نهاية القرن الثاني بدأ تدوين الحديث، يعني تدوين بصورة معينة، وإلا فالحديث كان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الطبقة اللي فوق اللي هي الغالب تكون كبار أتباع، ثم طبقة التابعين، ثم طبقة الصحابة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرسل طبقة الصحابة لا توجد، فإذا ظاهره صورة المرسل ما هو؟ طبقة الصحابة غير موجودة، لكن لا يلزم بالضرورة أن يكون الساقط هو الصحابي فقط، قد يكون أزيد، يعني تابعي وتابعي ثم صحابي، واضح؟ ولهذا اعترض عليه فقيل ومرسل من فوق تابعي. ما هو المرسل؟ الذي هو الحديث الذي سقط فيه من فوق التابعي. طيب من فوق التابعي من يكون؟ قد يكون تابعيا وقد يكون صحابيا. طيب إذا كان التابعي، إذا كان صحابي فالتابعي قد يكون سميعا منه وقد لا يكون. طيب إذا لم يكن صحابيا كان تابعيا، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. ثم هذا التابعي الذي سقط قد يكون روى عن صحابي أو عن تابعي، وهكذا بالتسلسل إلى ما لا نهاية. ومن ناحية الواقعية وجد العلماء الحديث أنه ماذا؟ قد روى التابعون بعضهم عن بعض في سبع درجات، يعني تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي أو ست. ولهذا المرسل حقيقته هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. أما المرسل في اللغة الإرسال هو الإطلاق، أرسل بمعنى أطلق. ووجه تسمية المرسل الاصطلاحي هنا أن التابعي أطلق الحديث ولم يقيده برواية عن الصحابي، واضح؟ فحقيقة المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا في مادة نخبة الفكر زيادة مما سمعه عن غيره، مما سمعه عن غيره، انتبهوا. لماذا قال مما سمعه عن غيره؟ لأنه وجد على قلة بعض من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى صحابي ولا تابعي؟ يعني هذا الإنسان لم يسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الصحابي من هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك لدة، يعني لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وبعدين كفر ثم آمن ثم كفر ارتد لكن رجع إلى الإسلام. فإذا جئنا إلى هذا الرجل نجده أنه رأى أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وهو مؤمن به وآخر حياته مات على الإسلام، هذا صحابي. أما إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن به فحتى ولو مات على الإسلام فليس له فضل الصحبة، يعد تابعيا، لكن لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه ولا ما سمع؟ حكمه هذا هل هو صحابي ولا تابعي؟ تابعي، لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع حال الكفر وأدى حال الإسلام، فهذا هو رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال هذا من قبيل المرسل بل يكون متصلا موصولا. وهذا يعني قلة في قالوا فقط رسول هرقل التنوخي، التنوخي مثل به ابن حجر وغيره، قال التنوخي هذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام، رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قليل الرواية له، رواية أظن قليلة جدا، ولعل رواية قليلة في مسند الإمام أحمد وغيره. فإذا المرسل هو ماذا؟ هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول مما سمعه عن غيره، مما سمعه عن غيره، واضح؟ مفهوم؟ هذا هو الحديث المرسل، تمام؟ الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، واضح؟ طيب أي تابعي كان، من صغار التابعين أو درجة أوسط التابعين أو كبار التابعين، هذا يسمى مرسل، واضح؟ هذا يسمى مرسل. هنا تنبيه،
الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم الطبقة ده عند الصحابة وعند التابعي. الصحابة روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تعد موصولة، واضح؟ لكن فيه استثناء دقيق جدا. رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية الصحابي الذي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان دون سن التمييز، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة ولا سنتين، هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي ولا لا؟ عنده فضل الصحبة، ولكن الرواية من قبيل المرسل، واضح؟ من قبيل المرسل. هذه دقيقة يعني لعلنا تأتينا إن شاء الله في مثل لحك. ومرسل منه الصحابي سقط نصوب، ومرسل من فوق صا من فوق صا تابع سقط، من فوق تابع سقط. والتابع عرفناه، والتابع عرفناه. ما هو حكم المرسل؟ كما قال الإمام مسلم وابن عبد البر وغيره أن المرسل من قبيل المردود، قال مسلم رحمه الله الذي وجدنا عليه أهل العلم هو أهل الحديث أنهم يردون المرسل، وكذلك نقل ذلك ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. لكن من ناحية العملية نجد أن الأئمة يعني يقبلونه بشروط، كالأحناف، الأحناف يقبلونه إذا كان من كبار التابعين زمن التابعين يقبلونه، والمالكية أيضا إذا كان من كبار التابعين وكان معروفا بالحديث وكان إذا سمى لا يسمي إلا ثقة فهذا مقبول عند الأحناف، والشافعية لا يقبلونه، الشافعي عنده المرسل مردود إلا ماذا؟ سعيد الشافعي يقول المرسل مردود إلا مرسل سعيد بن مسيب، لأنه بعد التتبع وجد أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو عن الصحابة، لأنه سعيد بن مسيب من كبار التابعين فروايته الغالب عن الصحابة، لكن هذا استثناء. الأصل عند الشافعي أن المرسل يرد، وكذلك عند الإمام أحمد، لكن يقدمه على الرأي، يقدمه على الرأي. إذا جاء هذا المرسل من طريق آخر بسند ضعيف، أو جاء هذا المرسل من طريق آخر أيضا مرسل بشرط أن يكون كل من المرسل الأول التابعي الأول والتابعي الثاني لا يجتمعون في الشيوخ، يعني تجد مرسل الزهري مدني، مرسل عطاء بن أبي رحباح مكي، أو مرسل آخر يعني من الكوفة أو غيره، واضح؟ فيكون لا يشتركان في الشيوخ. إذن ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل من فوق تابع سقط، هذا هو حكم المرسل، وأنه في حكم الضعيف، وإنما يقبل إذا جاء من طرق أخرى. ومنهم من يقوي المرسل بماذا؟ بفتوى الصحابة أو بقول الصحابة. وقل غريب ما روى راوي فقط، وقل غريب ما روى راوي. المراسل كثيرة، المراسل كثيرة، ومن مظانها المصنفات، صنع عبد الرزاق وصنع عبد أبي شيبة، تجد فيها كثير مراسيل، وكذلك كتاب المراسيل لأبي داود، كتاب المراسيل لأبي داود روى فيه الأحاديث المرسلة فقط، بخلاف كتاب مراسيل ابن أبي حاتم فلا يروي الأحاديث المرسلة، ابن أبي حاتم يذكر مراسيل ابن أبي حاتم يعني يذكر الرواة الذين لم يثبت لهم سماع عن بعض الشيوخ، سواء في رواية هؤلاء الرواة من التابعين عن الصحابة أو في رواية هؤلاء الرواة روايتهم عن بعض مشايخهم وليسوا من الصحابة الكرام. نعم. وقل غريب ما روى راو فقط. طيب هذا بالنسبة لمرسل التابعي. طيب مرسل الصحابي، هل يوجد نعم من الصحابة من يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فمرسل الصحابي الأصل أنه مقبول، إلا إذا كان الصحابي ما لم يبلغ سن التمييز عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عدد قليل، وهم عدد قليل.
يعني أبو هريرة مثلا روى أن من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما راجعه قال ما أنا ذكرت هذا، وإنما أخبرني به أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قال إنما الربا في النسيئة، لما راجع قال ما أنا قلت، وإنما أخبرني به أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أبو هريرة أسلم متأخرا، ولكن قد يحكي لنا أشياء وقعت بمكة أو في زمن بدر، فهنا يكون ماذا؟ أخذ عن بعض الصحابة، هذا كثير. نعم. وقل غريب ما روى راوينه. الغريب هو الأجنبي في اللغة، الغريب الأجنبي، وله معاني كثيرة على كل. نعم. والمقصود به في علم الحديث الغريب الحديث الذي يتفرد بروايته واحد في طبقة من طبقات السند أو أكثر، في طبقة من طبقات السند أو أكثر، هذا يسمى الغريب. ويطلق عليه اسم الفرد، يطلق عليه اسم الفرد، لكن بينهما تفريق وتفصيل يأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. نعم. هذا هو الغريب، من فرد بروايته راو واحد في أي موضع من مواضع السند، في موضعين أو أكثر. مثال حديث إن من أعمل بالنيات فلم يروه من الصحابة إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. حديث نهى عن بيع الولاء وهيبته لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر، ولا عن ابن عمر إلا بن دينار. حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، ولا عن أبي هريرة إلا أبو زرعة ابن جرير. حديث الاستخارة لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا جابر، ولا عن جابر إلا جابر مثلا. وهكذا كثير من الأحاديث، هذه يسمى الغريب، حديث غريب فرد. ويقال الفرد، يقال الفرد، يقال الفرد. نعم. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.